قعدت حوالي ربع ساعة في الفرن، هو الفرن البلدي العادي ده. ايه رأيك فيها؟ تسويتها كده حلوة من غير بيض ومن غير أي حاجة. نجرب بقى. حاجة هي طالعة كلها مستوية من تحت، هي ولا محروقة ولا لازقة ولا أي حاجة أهو. قومي المكرونة. يلا أشوفكم الفيديو الجاي. يلا كلهم مع السلامة. السلام عليكم.